السياحة هترجع لما الناس اللي في البازارات يتمنوا البضاعة بتاعتهم ويبطلوا يحاولوا يطلعوا فلوس من السياح على قد ما يقدروا. السياحة هترجع لما سواقين التاكسي يبطلوا الوساخة اللي هما بيعملوها. المفروض ان الست دي قاعدة جنبك المفروض توصلها مشوار اللي هي عايزاه، انت مالكش ان انت تسألها انت منين او مش هقول لك ما تسألش، اتكلم واحد بازار اعمل كل حاجة، لكن ما تبتديش انت تخطط ازاي ما تاخدش من اللي جنبك دي فلوس وتاخدها مشوار لبيتك. السائح لما بيركب ميكروباص بيتاخد منه دولار او يمكن اكتر حتى لو معاه فلوس مصري، وهو بيبقى عارف ان بيتضحك عليه لكن ما بيتكلمش. السياحه هترجع لما حمامات السياحه هترجع لما في حاجه اسمها فرنش. انا مش متعود اعمل فيديوهات بالعربي، لكن الفيديو ده لازم يكون بالعربي لان انا بوجه رساله للناس اللي جوه مش اللي بره. في الفيديو ده انا هقول بالظبط احنا لازم نعمل ايه عشان السياحه تقدر انها ترجع زي الاول. من اقوى الاسباب ان الجنيه نزل قدام الدولار بالطريقه دي ان السياحه انضربت في مصر تماما، لكن اللي وقع السياحه في مصر عمره ما كان الطياره الروسيه بس. انا شفت كتير جدا في المجال ده، اتعاملت مع ناس من جميع انحاء العالم، اشتغلت في كذا ديستنيشن، سمعت قصص كتير جدا جدا عن مصر. ولما اسمع القصص دي كلها من الناس دي المفروض كنت ساعتها اكون واخد الجانب الدفاعي بحكم ان انا جزء من هنا، وده اللي حصل. لكن بيني وبين نفسي كنت محرج جدا اني بسمع حاجه زي اللي هما بيقولوها دي عن المكان اللي انا جزء منه. ركز كلامي اكتر على الغردقه وشرم الشيخ لان السايح بتاع القاهره عامه بيبقى كاتيجوري مختلف تماما، وعاده ما بيحصلش مع المواقف اللي انا هقول عليها. في ناس كتير قرروا ان هم يخرجوا من مصر وقالوا ان هم مش راجعين هنا تاني، وده اكيد لاسباب كتير. السياحه هترجع لما الناس يجوا هنا ويحسوا ان هم فعلا تم تقديرهم كسياح، الناس يجوا totally satisfied، بعد كده يطلع بره مصر يقول انا تم المعامله معايا في مصر بطريقه معينه، فبالتالي السنه الجايه هزور نفس الديستنيشن او هزور مكان تاني. بس خد فكره عامه ان الناس بيعاملوا السياح بطريقه احلى كتير من اللي احنا كنا شايفينه الفترة الأخيرة. السياحة هترجع لما الحمامات في مطارات مصر تبقى في مستوى أنضف شوية، السياحة هترجع لما السادة أمناء الشرطة في أقسام الرسوم في مطارات مصر يتعاملوا مع السياح بطريقة أرقى من كده شوية. الطابور ده طابور في مطار مش طابور في مكان تاني. السياحة هترجع لما البياعين اللي في الشارع يبطلوا تنطيط أو يبطلوا عكس اللي رايح واللي جاي. في حاجة اسمها برايفسي، أنا مش رأيي إن أنت لازم تشقطه عشان يشتري منك يعني. السياحة هترجع لما الشباب يبطلوا ياكلوا بقى البنات حلاوة، أنت لسه مقابلها وبترسم عليها حب وعايزة تتجوزك، أنت أكيد أهبل، مش دي الطريقة اللي هتاخد بيها فيزا، كفاية تخلف. السياحة هترجع لما نبطل نفكر إن البنت اللي جاية من أوروبا أو روسيا جاية عشان تاخد الفاكيشن اللي هو من النوع اللي إحنا كلنا عارفينه، وصدقني مش كده. يمكن يكون في منهم كده لكن مش الاغلبيه كده. بايظ كتير في الراجل المصري ان مش عقله اللي بيتحكم فيه او قلبه، ده حاجه ثالثه خالص. وللاسف في ناس زباله كتير هي اللي نشرت الفكره دي من خلال الاتيتيود بتاعها. الناس دي جايه من بره عشان تهرب شويه من التلج، تقضي وقت دافي شويه في الشمس، تنزل البحر، لكن صدقني مش كل الناس جايه عشان السبب ده. في ناس كتير هتطلع تقول لي انت لازم يعني تعمل فيديو، كفايه خليك ساكت كلنا عارفين ده اصلا، بس احنا لازم نعمل هايلايت لبعض الحاجات لان يعني الحاجات دي لازم تتغير، لان دي فعلا من الحاجات اللي بوظت السياحه من قبل ما الطياره الروسيه تقع. من وجهه نظري في فرق كبير جدا بين كلمه انترتينر وانيميتر. مفيش حاجه اسمها انيميتر في قاموس الفنادق النظيفه في شرم الشيخ. في حاجه اسمها انترتينر، انت راجل عندك موهبه بيبقى ليك سكيدجول اسبوعي او يومي تطلع تعمل الشو بتاعك، لكن الانيميترز دول اللي خربانها في الغردقه. انترتينر يعني عندك موهبه، انيميتور انت بتعمل اي حاجه. بعد ما نشرت الفيديو بتاعي وانا في كاريبيان بار في الغردقه وكنت بقول ان الدنيا فاضيه جدا، في واحده طلعت لي في كومنت كده بتقول لي بقى عندكم وقت ان انتوا تنضفوا الشوارع، وانا ما عرفتش ارد. اجانب كتير جات وطلعت وقالت ان هي مش راجعه تاني بسبب الاتيتيود اللي هم لقوه هنا، بعد كده بتقعدوا تعيطوا وتقولوا ان ما فيش سياحه في مصر والشوارع فاضيه وانتوا كنتوا سبب من الاسباب ان ده يحصل. السياحه مجال راقي جدا، عشان تبتدي تتعامل مع ناس جايه من دول متقدمه عنك كتير لازم انت في حد ذاتك تكون وجهه شرف. الناس اللي شغالين في شركات السياحه او في المجال ده عامه بيكونوا ناس مؤهلين ومدربين على الكلام ده وبحكم لغتهم هم الواجهه الاولى، لكن في ناس كتير جدا وهم للاسف اغلبية عامة الشعب مش فاهمين الكلام ده، بيبتدوا يعملوا حاجات غريبة والحاجات دي للأسف بتتنشر بره. الراجل اللي جالك من بره ده جاي علشان يدخل عملة صعبة، جاي يقضي اجازته اسبوع او اسبوعين ويمشي تاني، لازم يتم معاملته معاملة في ارقى ما يمكن عشان تضمن ان هو يرجع تاني. في حاجة اسمها جيست فيدباك بس ده في البروفيشنال بزنس، لكن برضه في حاجة اسمها جيست فيدباك في الشارع، ودي رأي السائح عن اللي هو شايفه قدامه كمعاملة او مناظر او طرق عربيات ماشية ازاي، سيستم، كل ده برضه اسمه كاستمر فيدباك واخطر من الكاستمر فيدباك اللي بيكتبه الفورنر على الايميل. الامبريشن اللي بينقله السائح بعد كده في اوروبا عن اللي شافه في مصر هو اللي بيتعمل له شير، هو اللي بينتشر بعد كده. الفيجن بتتكون عن مصر بصوره عامه، وبعد كده الناس بتقول ان هي ممكن تيجي او ما تجيش، لكن لو واحد نشر حاجه بس سلبيه بره هتنتشر بصوره كبيره، بعد كده هيبقى في ريبوتيشن مش حلوه خالص عن المكان. انا يا ريت اكون وصلت الرساله اللي كنت عايز اوصلها. شرم الشيخ والغردقه من اجمل المدن السياحيه في افريقيا، يا ريت ولازم نحافظ عليها بالمستوى ده. شير الفيديو بلوج ده لو حسيت انه مهم وعجبك، واستنوني في الفيديو بتاعي.